قرية النبي صمويل، هذه القرية والتي تعتبر من أجمل وأروع القرى التي تقع في الشمال الغربي لمدينة القدس، حيث تبعد عنها 8 كيلومترات، ولكننا نقف في أصل القرية. أصل القرية قديم، قرية كنعانية، وهنا بنى صلاح الدين مجمعا كبيرا باسم مجمع النبي صمويل، تيمنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك دمرت هذه القرية التي عرفت برامة، وبقي أهل قرية النبي صمويل هنا في هذا المكان يعمرون بيوتهم وأراضيهم، والتي بلغت من المساحة أكثر من 2500 دنم، كانت تزرع بالقمح والنباتات، وتزرع بالفواكه والأشجار وشجر الزيتون خاصة. ولكننا اليوم أمام الأطلال، نقف على الأطلال، بل نقف بين الأطلال، فلا أحد، لا سكان ولا جيران ولا مؤذن ولا قرآن. نسير بين الأطلال لنتذكر الأجداد ونقول ماذا جرى لقرية النبي صمويل في 6/6/1967. احتل الاحتلال الإسرائيلي هذه القرية، ومن ثم بدأ بتشريد أهلها، وفي عام 1971 هدمت كل قرية النبي صمويل ولم يتبقى منها أحد. وبعد ذلك بدأ نفر بسيط من أهالي القرية يحاولون أن يعودوا إلى قريتهم، ولكن باسم البحث عن الآثار وباسم التنقيب كان لابد من أخذ مساحات كبيرة، فأخذت معظم المساحات التي حول المسجد، ودمرت كل البيوت، وأعطي جزء قليل لنفر قليل سكنوا على بعد ما يزيد حوالي 1 كيلومتر من المسجد، وهم نفر لا يزيد عددهم عن 100 شخص يسكنون في هذه القرية.